على غرار أغلبية بلدية ولاية سوسة، عقدت النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى جلستها التشاورية للنظر في مشروع المخطط الاستثماري 17-2000. أكثر تفاصيل حول ما ورد في هذه الجلسة في التقرير التالي. هو المخطط هذا جاء منبثق من الباب السابع من الدستور الذي ينص على مشاركة المواطن في إعداد البرامج البلدية للتنمية والتهيئة، ومن منطلق هذا إيمانا منا بمشاركة المواطن في إعداد المخطط واتخاذ القرار، تم إعداد تكوين خلية، والخلية هذه تولت إعداد التشخيص الإداري والمالي رفقة معناتها مرافقين إداريين ماليين وفنيين وميسر المجتمع المدني، وذلك لنضمن مشاركة المواطن القلعي في إعداد مخطط استثمار البلدي لسنة 2017. والله احنا لاحظنا من الجلسات الأولى التحسيسية المواطن القلعي مهتم بالشأن العام وخصوصا بالشأن البلدي، وبالتالي هو يسعى باش يعطي كلمته ويشارك ويعطي مقترح بتاعه في حدود اللياقة والاحترام، وبالتالي هو يسعى دائما لتنمية القلعة الكبيرة إلى ما أفضل. أنا أول ما جينا في 2016 قررنا، حسينا إلى البعد الإعلامي ناقص في البلدية، سعينا باش نعملوا بورتاي للبلدية. إلى حد التاريخ مازلنا لخاطر دخلت الجامعة الوطنية للمدن التونسية الأساسية مش قمنا بالإعداد لأنها تأخرت، رينا مصالح باش نعملوا صفحة للبلدية باش نعملوا بها المواطن بكل المستجدات العمل البلدي والإعداد المخطط والتدخلات بتاعنا في جميع المجالات، نظرا لأن الإعلام هو والتحسيس هو معناتها قاعدة العمل البلدي، وبالتالي مشاركة المواطن هو حسب علمي أول مرة معناتها البلدية تقوم بالتجربة هذه كسائر بلديات الجمهورية، إلا أن في القلعة الكبيرة حاولنا باش يكون مشاركة المواطن منذ البداية منذ إنشاء الخلية، ومن بعدها عملنا جلسات تحسيسية مع فعاليات المجتمع المدني، وبالتالي عرض كافة ميزانية العنوان الثاني على تشاركية هذا. وبالنسبة للمشاريع التي سيتم الإعلان عليها هي مشاريع تمس أكثر حاجة جميع سكان القلعة الكبيرة، وفي من ناحية هي ثم زوج أنواع من المشاريع، ثم المشاريع الإدارية وثم المشاريع القرب. نقوله مشاريع القرب، نقوله تعبيد طرقات، نقوله تنوير عمومي، نقوله صيانة مناطق خضراء اللي هو في مجال البلدية. وإحنا من منطلق الحرص والحوكمة والمحافظة على الملك على المال العام قررنا باش معناتها تكون مشاريع البنية الأساسية تكون، احنا مش نعطيهم مقترح على اساس مشاريع القرب في حدود 250 الف دينار على الاربع مناطق بالتساوي، والمواطنين غادي هو يقرر يحب يعملها تعبيد، يحب يعملها تنوير، يحب يعملها صيانه مناطق خضراء. وعندنا حاجيات البلديه في النظافه وفي مستودع جديد وفي تهيئه البناءات في وسط البلاد اللي تداثرت واللي طاحت، واللي ما نحكيه على المركز القديم ونحكيه على وسط البلاد، هذاك يلزم البلدية تتدخل ويدخل ضمن المشاريع الإدارية. صحيح هي مشاريع إدارية لكن تمس جميع القلعة، القلعة ما ثماش قلعة يرضى باش المركز القديم هذاك يبقى محروق هكاك. والله المشاريع ديما الأولويات هي في معدات النظافة والطرقات، ما تنجمش أنت تحكي لنا شوية على الوضع نتاع النظافة والمعدات نتاع المستودع البلدي بنتي القلعة الكبرى؟ بلدية القلعة الكبيرة 2000 جام في 2016 كانت 50% معطبة، قمنا باستصلاح 80% من المعدات هذه توا حاليا تخدم، لكن ثم حاجيات تطرح نفسها اللي هي مثلا نقول احنا شاحنة لصيانة التنوير العمومي، نجم نقول الاليات بتاع صيانة الطرقات الا ضغط عندنا احنا في المخطط، وعندنا معناتها الحاجيات في البوبكات باش نجهزوها بمعدات باش نجم ندخلوا بها في جميع المجالات. والله احنا بالنسبه لمشاريع القرب احنا بمقتضى القانون ما يلزمناش نحددوا شنو المشروع، احنا حددنا قيمه الانفلوب بتاع كل منطقه. احنا انا قلت لك احنا كان الاتجاه للخليه وللمجلس بعد التشخيص الفني والمالي هي اعطاء الاهميه القصوى هي المشاريع الاداريه اللي حكينا فيها، وفي نفس الوقت معناتها خممنا في بارتي باش المواطن حتى كيجي لهنا ما يقولش اني جيت اني ما شاركت في شيء. احنا اعطيناه مشاريع قرب قسمناها على اربع مناطق بالتساوي، كل منطقه فيها 62.5 ألف دينار. هالمشاريع هذه نجم هو يقول لك يجيك في منطقة يقول لك أني جراب عني متكفي من كل شيء، عندي التطهير عندي التنوير عندي كذا، نحب أخوي نعمل منطقة خضراء، له الحق في ذلك، ينجم يبوب لي أولويته ويحب يعمل منطقة خضراء نمشي معاه في الوقت. أني نطمن هذه القلعة الكبيرة قاطبة ما تدخل فينا حتى واحد في التشخيص الفني والمالي، تشخيص فني ومالي حرفي. في التشخيص الفني
فما سي التقني الرئيس سي محمد لطفي بن سعد بتصور ان القلعه كل مجمعين اللي هما معناتها اللي هو من خيره الكفاءات الموجوده في البلاد ومحايد ما عندوش انتماء لحتى حزب. هذه كتب عام ما دخلتش في التشخيص الفني ما دخلتش حتى ولو بأنمي له. عملوا تشخيص خدموا رواحهم. زاد ما ننساش نشكر المهندسه المعماريه اللي قاع انتدابها جيد اول نوفمبر ملي جات دخلت في المعمه هي بسمه بالطيفه ونشكرها على العمل والخدمته وديما نطمن القلاره ونخدموا في طرف الحياديه. احنا في المخطط الاستثماري عملنا هذه تسمى اول جلسه هي جلسه عامه. احنا في عملنا زوز جلسات، الجلسه الاولى استمعنا بالاداريين والعمل بتاع البلديه لتحسيسهم بالمخطط الاستثماري التشاركي. عملنا جلسه ثانيه نهار 16 اكتوبر مع المجتمع المدني والحساسيات السياسيه كل شيء باش اعلمناهم بانطلاق المسار، في نفس الوقت فسرنا لهم شنو المخطط الاستثمار التشاركي وشنو معناتها ينجموا يعاوننا فيه. مش يعاوننا مش يجي يعطيني مقترح امشي البلاصه هذيك ولا مش يوجهني، لا احنا فهمناهم باش المواطن كي يمشي يسال حتى اي حزب سياسي يقولوا راهو صحيح هذا منطلق جديد في البلديه، نفس جديد، راهو ديما نحبوا نسعوا الى الافضل ونزيد نحبوا نشاركوا المواطن. هذا هو المبدا بتاعنا، هو عقليه احنا نسعى باش نكرسوها. انا بطبعي نحب العمل التشاركي ونحب ديما ما نعمل حاجه لما نتشاور مع الاطراف تاعي. انا نحب نخدم ديما في فريق، راني ديكتاتوري ولاني نخدم مستبد برايي. احنا عملنا اوبجيكتيف قلنا سنة المخطط الاستثماري هذا يلزم نحاولوا باش يساهم جميع المواطنين تاع القلعه كل من منصبه. في نفس الوقت عندنا دي كونترانترا، راهو احنا ما نجموش نعملوا مخطط استثماري بعدين يصطدم برفض الواقع، راهو ما نجمش نبرمج انا طرقات اللي فيها اشكال عقاري نهار نجي ننفذ نوحل. احنا شنو؟ احنا لازم المواطن كي يشارك يولي حتى كي راك تخدم يقول لك والله يعطيهم الصحه هم قاعدين يخدموا دون لي بون سونس. وفي نفس الوقت ديما نبعدوا على التجاذبات، المتابعه المشاريع راهو خدمه المشاريع راهي مش خدمه سهله، راهو المشاريع راهو ساعات عبد يجي يقول لك والله جيت لفلان في المسحه الفنيه ما لقيت حد. ايه تنجم ما تلقى حد لا لشيء الا لان ما احنا عندنا مصحف مثال اداره فنيه ما فيهاش سكرتير. علاش؟ لان ما عندناش اعوان. والمصحف الفنيه وقت اذا خرجوا معناتها لكازي ماجوريتي فهل هذا يصور انت مخطط استثماري قرابه 164 الف متر خطي، الصور هذا ونحدوا في التشخيص الدار براسك باربا بالخطوه وبالمتر وتقاس ومعاينات واحد. دونك احنا ديما نحبوا المواطن نلبيوا له حاجياته في نفس الوقت تفاعلا مع الامكانيات الموجوده في البلديه واكثر من الامكانيات الموجوده. رب. والله ميزانيه المخطط الاستثماري 2017 احنا تو اعتماد المرصود التي تم رصدها تقديريه راهي ديما تبقى ذي على حدود 1250 دينار 1000 دينار. والله القلعه نقولهم اصبروا معنا ونجموا نلقاو القلعه تولي خير من هك. انا نحبكم باش تساهموا وتفاعلوا، اصبروا معنا، اصبروا واحنا بحول الله نمشيوا في الطريق السوي. بارك الله فيك. عايشك مرسي، بارك الله فيك.